بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المتابعين، نرحب بكم ونسأل الله أن يكون عام 2022 عام سعادة ونجاح وتوفيق للجميع. يتجدد اللقاء بكم في سلسلة اللقاءات الثقافية التي تقدمها مكتبة الملك عبد العزيز العامة ضمن برنامجها الثقافي عن أدب الطفل، والتي نستضيف بها نخبة من المختصين لإطراء المهتمين في مجال أدب الطفل. ويسعدنا أن نفتتح لقاءات هذا العام باستضافة عضوات لجنة تقييم كتب الأطفال في مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جلسة حوارية بعنوان كتب الأطفال ومتطلبات الفترة القادمة. سنتناول بها المحاور التالية: أهداف مكتبة الملك عبد العزيز في النشر للأطفال، أهمية القراءة للأطفال، إسهام الطفل في توجيه صناعة أدب الطفل، موضوعات تفتقر إليها مكتبة الطفل العربية، وعصر التكنولوجيا وكتاب الطفل، وذلك سعيا منا للمساهمة في رسم خارطة الطريق للمواهب العربية بمجالي التأليف والرسم للأطفال، حيث يعد ذلك أحد أهداف المكتبة الأصيلة لإثراء أدب الطفل العربي وتعزيز قيم العمل والإنتاج لبناء مجتمع مثقف قادر على تجاوز العقبات ومواجهة التحديات. وللتعريف أكثر بقسم نشر كتب الأطفال وأهدافه وبدور لجنة تقييم كتب الأطفال، نقول قسم نشر كتب الأطفال في المكتبة عمل غير ربحي أسس في عام 1424 هجرية. بدأت نواة العمل فيه بلجنة مكونة من خبرات ثقافية وأكاديمية متميزة ومتخصصة في أدب الطفل، تشرف على تقييم الأعمال الأدبية المقدمة إلى قسم نشر الأطفال وتقويم الأعمال الصالحة للنشر لتقدم تجربة ثرية للكاتب المبدع وتساعده على شق طريقه والانطلاق في عالم أدب الطفل لنشر كتب متميزة تشجع وتحبب الأطفال على القراءة، كما تسعى إلى نقل التجارب العالمية إلى المجتمع المحلي من خلال الترجمة. ويستهدف النشر للأطفال بالمكتبة إلى تقديم خدماته للأطفال من عمر عام إلى 15 عام، المؤلفين، الرسامين، المربين والمعلمين والمصممين والمترجمين. ويسرني أن أستفتح الجلسة بالترحيب بالضيفات الكريمات عضوات لجنة تقييم كتب الأطفال، سعادة الأستاذة الدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبيل رئيسة لجنة تقييم كتب الأطفال في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، عضو مجلس شؤون الأسرة، أستاذ الأدب العربي، كاتبة وباحثة ومترجمة، ولديها العديد من المشاركات في مجالات ثقافة الطفل، ولها أيضا العديد من المؤلفات للأطفال وعن الأطفال. وسعادة الدكتورة سارة بنت عمر العبد الكريم عضو لجنة تقييم كتب الأطفال في المكتبة، وعضو هيئة حقوق الإنسان، عضو هيئة التدريس في قسم الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود، وناشطة في التوعية بالمهارات الوالدية وحقوق الطفل، ومقدمة بودكاست استشارة مع سارة. وسعادة الدكتورة الجوهرة بنت بفيت الجهجاه عضو لجنة النشر في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وأكاديمية متخصصة في الدراسات الاستشراقية والنظرية والأدبية، مدربة معتمدة في مركز الحوار الوطني ومهتمة بأدب الطفل كتابة وترجمة، شاعرة وكاتبة ومصممة. أهلا وسهلا بكم جميعا. حياك يا الله، صوتي أهلا وسهلا واضح؟ فيكي. واضح نبدأ جدا. المحور الأول مع الدكتورة وفاء سبيل، والذي ستتناول به أهمية القراءة. تفضلي دكتورة، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا، واسعد الله مساءكم، وأنا يعني ممتنة لمكتبة الملك عبد العزيز العامة اللي منحتنا هذه الفرصة لخدمة هذا المجال المهم في حياة أبنائنا وفي حياة أطفالنا، وسعيدة في هالجلسة الجميلة اللي تضم نخبة. يعني أتشرف إنه يكون اسمي يعني يقترن باسم الدكتورة سارة، ولا فيكي يا لما، ولا في الدكتورة الجوهرة الجعجاع. فشكرا لكم على هذه الأمسية، وأتمنى بإذن الله تعالى أنها تكون أمسية لطيفة خفيفة ومفيدة للجميع. زي ما تفضلتي، يعني أهمية القراءة موضوع كبير جدا، يعني ويمكن لو نقعد نتكلم فيه إلى بكرة ما خلصنا، لكن يعني اسمحي لي أختصر بإيجاز يعني ما يمكن أن أذكر به، وأكيد أن المعلومات التي سأقولها ربما ليست جديدة على جمهور المكتبة وعلى المستمعين، لكن ممكن أنها تلملم
الموضوع وتخلينا ننطلق انطلاقه للمحاور الاخرى. طبعا ليش احنا نهتم بالقراءه على الاطفال؟ اول سبب لذلك هي جلب المتعه والسعاده والقرب من الاطفال. فلما تفتح قصه ولا تفتح كتاب وتجلس مع طفلك وتقرا عليه، سواء كنت اب او ام او اخ ولا معلم ولا معلمه، المتعة والسعادة اللي تمنحها طفلك هذه لا تعادلها أي سعادة أخرى، خاصة أنها محملة بالمشاعر، محملة بالقرب، بالود، بالشعور بالأمان وغيرها من المشاعر الجميلة اللي تبقى في ذهن أطفالنا حتى لما يكبرون. يعني ما زلت الآن أسمع أو يعني أبنائي يتذكرون تلك اللحظات الجميلة اللي كنا نقضيها مع بعض ومعانا كتاب. فيعني هذه لحظات من السعادة اللي يعني تمنحها للطفل سواء كان ابنك أو ممن تعتني به، يعني لا يعادلها أي سعادة أخرى. واللي جربوها وشعروا فيها أكيد يثمنون ما أقوله. فهذه أول قيمة للقراءة، للقرب من بين المربي وبين الطفل ومنحه ساعات من الحب والاطمئنان والأمان، بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة جدا. وأول فائدة للقراءة اللي هي اللغة. إحنا إذا كنا نبغى نحافظ على اللغة، إذا كنا نبغى ننمي اللغة، نبغى نطور اللغة، القراءة أقرب وسيلة وأسهل وسيلة لتحقيق ذلك، تحقيق فوائد كبرى في نمو الطفل اللغوي، نمو ألفاظه، نمو العبارات اللي يستطيع أن يفهمها، فهمه، استيعابه، خياله، كلها يعني قدرته على القراءة، قدرته على يعني فهم النصوص، تأملها وغيرها، هذه تبدأ من القراءة المبكرة اللي نبدأها مع أطفالنا. في جانب آخر من جوانب القراءة اللي هي نمو الطفل العقلي، وكثير من الكتب والقصص تتناول موضوعات في حل المشكلات، في التفكير الناقد، في يعني بناء ونمو عقل الطفل، نمو النفسي، نمو الاجتماعي. لما طفلك ما يعرف يسمي مشاعره، لما طفلك ما يتعرض للتنمر، لما طفلك يواجه مشكلة الغيرة من أخيه الصغير، نعالجها بقراءة كتاب، بتأمل في أبطال شخصيات كتاب، ويستطيع الطفل من خلالها أنه يفهم نفسه، يفهم الآخرين، يفهم العالم، يفهم العالم من حوله، يفهم المجتمع. يعني مثلا الآداب الاجتماعية اللي احنا في أمس الحاجة لها في مجتمعنا السعودي، واللي نتمنى انه يكون السلوك الاجتماعي فيه من الآداب والتهذيب، هذه نقدر نعالجها بقراءة كتاب، بقراءة قصة في وقت مبكر، ونتمثل هالشخصيات، لأن الأطفال يتأثرون وعندهم رغبة في التقليد، ورغبة في يعني يكون مثال. الشخصيات اللي احنا نقرأها لهم نتخيل انهم فقط يستمتعون فيها، لا، هم يأخذونها احيانا كمثال، وربما احيانا يتذكرونها، وربما احيانا يحاولون يقلدونها ولا يذكرونك فيها. فهي الحقيقة قيم اجتماعية وقيم نفسية كثيرة احنا نقدر ندرسها من خلال قراءة القصة. القصة ممكن أنها تغرس قيم، مبادئ، أفكار. ممكن أقرأ عليه قصة من قصص الأنبياء وأغرس فيه قيمة إيمان بالرسل، أقرأ عليه قصة عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن الله سبحانه وتعالى، عن الإيمان، عن غيرها من المبادئ والقيم والأفكار، حتى الأفكار المبادئ الاجتماعية اللي الحب، العدالة، الصدق، وغيرها من القيم والمبادئ نستطيع أن نغرسها من خلال قراءة قصة أو النظر في كتاب. وطبعاً أهم شيء في القراءة اللي هي نمو الخيال، وهذا اللي نبيه. حنا نبي عيالنا يحلقون بخيالهم ويتجاوزون حدود الزمان والمكان، ينطلقون إلى الماضي، من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، من خلال قصة، من خلال كتاب. وطبعاً أكيد أكيد أكيد
أهم شيء في القراءة أنها تجلب المتعة والسعادة وتفتح أبواب للطفل الصغير وتجعله يعيش حياة أكثر من حياة واحدة. وقالها من قبل العقاد إذا تتذكرون المقولة المشهورة للعقاد أنه ما تكفيني حياة واحدة، يعني القراءة تعطينا حياة أكثر ونقدر نعيش أكثر من حياة من خلال القراءة ومن خلال الكتب ومن خلال الشخصيات اللي إحنا نقرأ عنها أو نتماهى معاها. في أشياء كثيرة، في فوائد كثيرة للقراءة يعجز الواحد عن أنه يلم بها كلها. وممكن زميلاتي الدكتورة سارة والدكتورة جوهرة إذا تحبون تضيفون على يعني ما قلته، أكيد أنه من خلال تجربتكم، خاصة الدكتورة سارة ورؤيتها من حيث الطفولة المبكرة، أكيد عندها أفكار أخرى يمكن أن تثري بها ما قلته. كفيتي وفاتي دكتورة، وأثني على كل كلمة قلتيها. فعلا القراءة عندنا ما أعتقد أنه أعطيت أهميتها على المستوى الأسري، بما أنك فتحتي مجال التعامل مع الأسر. نظرتنا للقراءة هل هي تقدير واحترام وشيء جميل وأتمنى كل الأطفال يصيروا قارئين؟ صراحة نعم، مجموعة كبيرة من الأهالي كذلك، لكن أواجه من خلال التعامل مع الأسر والمجتمع، خاصة أنا عملت استفتاء في تويتر، إنهم يرون أن القراءة كأنه عقاب. يعني لما أقول يليت المدارس يليت الروضات تحصر الهدايا التي يوزعها الطفل على أصحابه على قصص أو كتب، إلا لازم تطلع لي واحدة تقول ليش تعاقبونهم؟ دراسك على طول الوقت، من قال إن القراءة للمتعة دراسة وعذاب وتعذيب؟ صحيح، هذا الرحيل اللي أتمنى بصراحة تتغير. صحيح كلامك. وغير كذا أحيانا ينظرون إلى القراءة أنها ترف، أنها شيء إضافي. لما صوتك مقطع، صوتك يقطع لما ما تتفقين معي دكتورة سارة، إن بعضهم يشوفها ترف وشيء زيادة مو لازم نسويه. على فكرة خاصة يعني غرفة طفلي لازم أجمله حلو يكون كيوت، فأروح أنتقل كتب اللي ألوانها مناسبة للغرفة، هذا الترف، وأصلح المكتبة وأصورها في السناب. لكن كم واحدة تقرأ لطفلها من هذه المكتبة الجميلة؟ السؤال هو بس تراني أنا مرة مهتمة وأجيب كتب وشوف مكتبة طفلي وجميلة، ولا هل تقرأين معهم هذه الكتب التي اشتريتيها؟ صحيح، لأن على فكرة حكاية القراءة الجهرية حنا يا الأهالي نقعد ونقرأ كل يوم، تراها شوي ما زالت مش معترفة كممارسة يومية مع أنها هي أساسية. صحيح، مع أنه فيه تعرفين وش فيه؟ لما أحكي لهم عن القراءة يقولون إيه إحنا نحكي قصص. حكاية قراءة القصة غير أحكي القصص. إني أحكي القصص أقعد أخمه في الليل وإحنا في فراش عشان أنوم، أقول كان يما كان في قديم الزمن كان في وليد ما يسمع كلام أمه، هذه نحكي قصص. حكاية فتح الكتاب يرون إنها اختياري، هي مي باختياري، هي إلزامية كممارسة يومية، بس لسه ما بعد اقتنعنا. فليش؟ مع أن هي ما تصنع الطفل قارئ. صحيح، أني أكتب قصص لفظية من خيالي هذه لا تصنع طفل قارئ، هي تصنع طفل ذو خيال، لكني أفتح الكتاب وأقلب الصفحات وهو في حضني هذا ما يصنع الطفل قارئ. صحيح، أتفق معك 100%. مع أنك قايلة أنك بتخالفيني في أشياء كثيرة. لا بس هذه ما أقدر خالفك فيها. دكتورة سارة، سمي دكتورة. أيوة سارة. نعم، صوتي واضح جدا. أيوة. واضح. أنا بس حب
أسألك كيف طب شيء يعني شيء ثقيل على الأطفال ولا على الأمهات؟ كيف ممكن نخلي القراءة الجهرية، متى الأوقات اللي ممكن نخلي القراءة الجهرية فيها عادة يومية؟ كيف نقدم سؤال جدا مهم. السؤال جدا مهم، وهو قد نقول أنه أهم سؤال في هذا اللقاء كله. إحنا مجتمعين نبي نعزز قراءة عند الطفل، فكيف أجعله محب للقراءة أو محبا للقراءة؟ عشان بس الدكتورة وفاء والدكتور محبا محبا محبا، والله صححت نفسي. أوكي، أصلا خاف منك أنت والجوهرة، أقول لكم تخصص لغة عربية مش أنا جايبني بينكم. لا لا، لغتك لا بأس بها، ممتازة، خذي راحتك. أوكي شكرا، أنا بتكلم عامي عشان ما أغلط. تمام، المسألة ما فيها زي ما حكينا تو أنا والدكتورة وفاء، ليحب طفلي القراءة أنا لازم أقرأ له. وش ظنوا بعض الأمهات المجتهدات جعلهن الجنة؟ يحسبون إذا جبت كتب وعبيت المكتبة وسويت له مكتبة كيوت ورفوف خلاص طفلي بيحب القراءة. لا، كأنك أنت جايبت له كنز بصندوق، كنز الكنز داخل صندوق مقفل وبدون مفتاح. الطفل الصغير مو بقايم يقلب الصفحات إذا أنت ما شوقتيه بقراءتك له. فإحنا لو يومياً، وترى ما نطلب الخلطة، صرت الخلطة تراها يومياً، وأن تكون مينيمم أقل حاجة قصة واحدة. أمسك طفلي في حضني، لأن العامل النفسي له دور، هو ارتباط شرطي. الطفل هو صغير توه في الشيرات بيحب هالكتاب زي ما يحب الرضاعة، لأنه هو الوقت اللي ماما تحضني. نفس الشيء بيحب الكتاب لأن هذا الوقت اللي ماما تحضني. فأحيانا الأطفال بيروحون يجيبون، هم يحبون يروحون يسحبون الكتاب ويجيبون الماما لأن هذا الوقت اللي ماما تحضني. فنحضن الطفل ونقرأ له. تقولون لي وش الكتب اللي بنقرأها على الطفل؟ أبو شيرات، ترى ممكن كتب المفاهيمية زي الخضار، أنواع الخضار، أنواع الألعاب، أنواع الألوان، و و و و و هذه الشيء. وممكن الهزيج البسيطة زي دوها يا دوها، يعني في كتب كثيرة تصلح للدارجين اللي هم ما دون السنتين. فالمسألة ما فيها هل أنت يا أم أو أب، أشوف ترى كلامي كله موجه للأم وهذا غلط مني واعتذر، أيها الآباء والأمهات خذوا عهد على أنفسكم بأن يومياً قصة واحدة ستقرأ على طفلكم. احضنوه اقرأوا له. يقول لي بعض، تقول لي بعض الأمهات إيه بس ما في صبر قلب الصفحات وأنا ما خلصت حكي. ممتاز، أما بس يقلب الصفحات، أما جالس معك اليوم قلب الصفحات بكرة بيستمع. المهم إنك أنت لا تتنازلين على الخمس دقائق، وتراها ما تأخذ خمس دقائق. مستحيل أي أحد من المستمعين الآن مستحيل ما يلقى خمس دقائق في يومه، لكن حتغير هالخمس دقائق حياة طفلك بلا مبالغة. تغير حياة طفلك، وطفلك بيكون امرأة أو رجل غير لأنك أنت تكلفت وقرأت. نجي على حكاية الوقت. أنا طبعاً دائماً أسمع من الأمهات قصة ما قبل النوم، قصة ما قبل النوم، وقصة ما قبل النوم، وكأنه أنا ألزمنا بقصة ما قبل النوم. تراها ما هي بفرض، تراها ما هي بصلاة محددة الوقت. إحنا أعتقد كلجنة، وأنت معنا يا لما، متفقين أنه لازم قصة في اليوم. أعتقد أيضاً بأنه نستطيع أن نتفق على أنه لا نستطيع أن نجبر أي أم على وقت محدد، لأن الأم أعرف بجدولها، هي المنهكة، هي المهلكة، هي اللي يعني بصراحة معليش اسمحوا لي أنا بتكلم عن نفسي، عن نفسي في الليل أنا بنزيني قاضي. جربتها، أسوأ وقت لقراءة لأطفالي كان الليل، أنا تعبانة، أنا بينام، ما فيني حيل أسوي أصوات ولا أتحمس، حتى كنت أقلب صفحتين لعل الولد ما ينتبه، وللأسف انتبه وقال ماما ماما قلبتي صفحتين، أنا بخلص أنا بنام أنا تعبانة. فبصراحة
كان أسوأ أوقاتي هي ما قبل النوم، لذا كنت أحب الأوقات اللي أنا مرتاحة فيها، وغالباً الأوقات اللي نحبها كانت في النهار. أهم شيء عيالي يبون القصة، ما همهم أن تكون قبل النوم. فأنا بس أتمنى ما في أي أم تلزم نفسها ما يناسب غيرها. اللي يناسب قبل النوم جعله على القوة، اللي يناسب على العصر جعله على القوة. أهم شيء نلزم أنفسنا بقصة واحدة في اليوم كحد أدنى. تبون تقرون 50 قصة جعلكم على القوة. دكتورة سارة شكرا. في ولما إذا تسمحين لي بس كذا تعليق صغير دكتورة. أول شيء أنا فخورة بالدكتورة سارة لأنها ما شاء الله عليها كسرت المجرور بطريقة على نفوسهم، جازتني مرة جازتني روعة يعني من خالط السعداء، ما أدري سعد خالطتي أهل العربية وصرتي ما شاء الله عليك سيبويه أنت بأثرك أثرك والله. أنا ودي أعلق على ممكن أنه على الوقت، أنا أتفق معك 100% في أنه إحنا ملزمين بقصة ما قبل النوم، وأقترح على الآباء والأمهات يعني اللي هي وقت المشاوير الطويلة. إحنا نعاني مثلا في المدن الكبيرة من المشاوير الطويلة اللي تاخذ، وإذا كنت ما تسوق يعني إذا كنت مثلا الأم ما تسوق أو يعني أحد منهم من المربين ما هو اللي يسوق، بمعنى أنه راكب، يستطيع أن يستثمر وقت السيارة بالقراءة على الطفل نفسه. فممكن أن نضع مجموعة من الكتب ونجددها كل أسبوع أو كل فترة ونحطها في السيارة، وتكون حتى لو ما قرينا إحنا عليهم تكون فرصة أن الطفل ينشغل ويستمتع بالنظر إلى الكتاب والتأمل فيه. فهذه يعني مرة مجربة وفعالة في أنها تغرس القراءة في نفوس الصغار. فعلا فكرة مرة لما على المداخلات. أجل أسفة زود، بعطيكم زود علم على ذكرتني الدكتورة وفاء، نفذت فكرتك يا دكتورتي وكانت جدا جدا ناجحة. والإثراء بالعكس، أي مداخلة هي محل يعني تقدير. شكرا لك. شكرا. الله يسعدك الله يسعدك. نفذت فكرتك دكتورتي وفاء يوم عيال أنا كان ودي أرجوها أسمع بعد دكتورة سارة أنا ما أدري. طيب ننتقل للمحور الثاني بعد دكتورة سارة أيضا، اللي هو إسهام الطفل في توجيه صناعة الطفل، صناعة أدب الطفل. كيف دكتورة ممكن أن الطفل يسهم في توجيه صناعة الأدب؟ إحنا مشكلتنا أن ما علينا من الطفل، إحنا اللي نعلمه وش المفروض يحب وش ما يحب وش المواضيع. إحنا في إنتاجنا وتأليفنا والحبكات اللي نختارها ونكتب فيها ما همنا الطفل. أهم شيء القيم، أهم شيء أنه أعزز الصدق، الأمانة، الوفاء، الإيثار، هذا أهم شيء. الحبكة أنها تكون مثيرة جاذبة، هذا آخر همي. ما وصفت الآن هو أكبر معضلة في كتابة للطفل العربي، إنه بعض الناس، والله مو بعض، ترى مواجدين كثير ممن يكتب للطفل جاهل بنفسية الطفل، جاهل بفكر الطفل ومنظوره، وليت بس جاهل ولا يهم يتعلم. يعني ما قال خليني أتعلم من خبرات غيري وتجارب غيري و من الثقافات الأخرى. ترى مو غلط، يعني ليش إحنا نشوف مثلا القصص الإنجليزية؟ ليش الأطفال شغوفين بالقراءة؟ لأن فيها عامل نفتقر إليه، عامل الفكاهة. يا جماعة الآن أنا تشرفت بوجودي في هذه اللجنة من تقريبا 17 سنة، وطبعا سبقتني الدكتورة وفاء، بل أنت من أسسها الظاهر مع أستاذة فاطمة الحسين. فكم لي معكم 17 سنة، كم حبكة فكاهية جتنا يا دكتور وفاء؟
وهذا السؤال موجه لك يا دكتورة وفاء، كم حبكة فكاهية جتنا؟ دكتورة وفاء أنا معكم، سمعتوني؟ أي. مع الأسف ما يجينا، ويجينا شبه فكاهة، ويا نعصرها عشان نحولها لفكاهة على استحياء. يا صحيح، ولكن السائد بصراحة، وأنا أشوف معاناتك وأشوف وجهك شلون يضيق صدره إذا قمنا نتناقش عن اللي قاعد يجينا من خيارات، الأمر مكرر. يعني أنا يوم 18 سنة وأنت من كانت خبرتك أعمق وأطول، معظم ما يأتينا يا جماعة، والدكتور الجوهرة شرفت اللجنة فيها مؤخرا وشفتي الدكتورة الجوهرة طبعا لما أخذك باع طول، يا جماعة اللي قاعد يجينا هو اللي تشوفونه في المكتبات، الرسالة المباشرة ذابحة القصص. يا بني كن صادقا واحرص على الصدق، يا بني إياك والكذب، يا بني لا تترك الصلاة، يا بني كن مؤدبا وخلوقا. يا جماعة العيال ما يبون ذا الحسي، نفس الفكرة، الحرص على الصلاة والصدق والأمانة والخلق كلها نقدر نحققها بالقصص بأسلوب غير مباشر. وإذا تسمحون لي بعطيكم مثال، وجدت ساعة، أنا أحب ذي القصة وكل ما قدمتها ولا كأن عندي غيرها. وجدت ساعة ترى على الفكرة يعني فخري فيها أنها من عربية، راكاتب عبير طاهر، تبي تنمي في طفلنا الأمانة. فالقصة تقول الحبكة ابني تنتلي ساعة، ما عندها ساعة، تعضل يدينها لين يطلع لها ساعة لرسغها، ومبسوطة وما عندها مشكلة، لقيت لها ساعة مرة من المرات في الشارع وخذتها وقالت ياي ساعة لي، خذتها ورتها أمها. مش قالت أمها لو إنها مكتوبة بأسلوب نصح وعظ كان قالت خلوا الأم تقول، لأن إحنا على الفكرة نسميه الأدب الضعيف، يخلي الطفل ما يفهم شيء والكبير هو اللي يفهم كل شيء. لو إن مكتوبة بأسلوب سيء كان خلوا الأم تقول يا بنيتي الساعة مهي بلتس رجعيها، أكي عرفتوا شلون، ولازم نكون أمينين ونرجع لمبلنا. ما خلوا الأم تقول كذا، خلت الأم تقول نعم إنها جميلة ولكن أكيد إن صاحبتها الحين حزينة، بس انتهى هذه الجملة. البنت إيش قالت؟ أنا عاد مبسوطة عليها وبحتفظ بها. المهم البنية راحت قيلت وطلعت لها في الحلم وحش لاحقها، هذا تجسيد للضمير، عمبها ضميرها أنه مو بحقها، فقامت مرتاعة وضايق صدرها وخلاص قررت من نفسها، مو لأنها ما تفهم واحد قالها وش تسوي، أن تعيد الساعة إلى صاحبتها. فمن شاء الحين بقي فكر من بي وشلون أرجعها. فغالبا في الأدب الضعيف وش يخلون الطفل دائما يروح لهله لأنه ما يفهم شيء وهل يفهمون كل شيء، لكن لأن الحبكة مكتوبة بشكل جدا إيجابي في صالح الطفل ومناسب لخصائص النمو، فخلت الطفلة تشاور أصحابها. فإيش قالوا؟ والطريقة شرعية جدا، قالوا أعلني، حطي ورقة وأعلني، وفعلا سوت هذا الشيء. ما جاها أحد بالساعة، قالت خلاص يبدو أن ما هي بحقة أحد، خلاص صارت ساعتي. وهي قاعدة مرة بالمرات إلا تمر بنية حزينة، قالت وش فيك؟ قالت ساعتي ضايعة. قالت هذه، قالت يلا أخيرة هذه ساعة تتخذيها. فختمت القصة بما أهم شيء الخاتمة، شوفوا وش قالت الكاتبة عبير طاهر. كسبت سلمى صديقة وصارت راضية أنها وراضية بأنه تنتظر لين يكون لها ساعة. كسبت صديقة وراضية بوضعها، سعيدة أنها يعني الرضا، لاحظوا. ولو كانت هذه القصة مكتوبة بشكل ضعيف انتم عارفين ان كان الكاتب بيخلي الام تكافئها على امانتها، لكن لم يحدث ذلك. هذا يا جماعة اللي نبغاه، الحبكات المكتوبة بشكل ذكي لا تقليدي رتيب وفاشل وضعيف. لا نستهين بعقلية الطفل، بل نهتم بي، نحترم عقليته، نحترم شخصيته، وهذا ما تجسد في وجدت ساعة.
لنا أن نتفكر. للأسف الشديد زي ما قلت الحين تقريبا 50-50، وأقدر أقول جينا حبكات زينة بس جينا حبكات ما زالت مكررة، إعادة تدوير للضعف اللي لازم أشيد فيه كاتباتنا العربيات. أنقذ الطفل العربي وبفخر أقولها، ما بعد شفت كاتب سأشوف كاتبات ما شاء الله تبارك الله، وأنت منهن دكتورة وفاء. الحبكات اللي صارت تكتب للطفل مدروسة، درسنا الأدب الناجح، عرفوا العوامل اللي تجذب الطفل وطبقوه. وبالتالي لو تشوفون الآن مكتبة الطفل العربي إنها أحسن من لما أنا كنت طفل عربي، أحسن بمراحل. ومن أنقذ هذه المكتبة هم الكاتبات العربيات، بارك الله فيهم وفي أقدامهم. ويتهيأ لي أهم شيء يعني نركز على أن البعد عن المعالجة المباشرة وتقديم النصيحة، كانت هذا صحيح. هو كان هذا هو الباب الأول. طبعا غير أنه دراسة الأركان كتابة القصة وهذه الأشياء، بس فعلا البعد عن المعالجة المباشرة وتقديم النصيحة هو يمكن أول باب للقصة المشوقة. ما أعرف إذا توافقوني دكتورة وفاء ودكتورة سارة ودكتورة الجوهرة. أكيد أكيد ما فيها كلام. دكتورة وفاء ودكتورة الجوهرة لكم مداخلة في هذا الموضوع؟ أنا أتفق مع ما ذكرته سعادة الدكتورة سارة، ولدي استفسار. يعني بين وقت وآخر كنت أبحث عن الدورات التدريبية في الكتابة للطفل، إن كانت في مجال الأدب أو في غيره، وحتى الآن لم أجد شيئا. يعني فكيف يمكن أن نعالج هذه المشكلة في تطوير الحبكات؟ يا دكتورة سارة ويا دكتورة وفاء ويا أستاذة لمى. دكتورة وفاء ودك تمسكين المايك على هذه، وبعطيكم مداخلتي وما أدري إنكم تختلفين معي. دكتورة وفاء، عندي قناعة من خلال السنوات اللي عملت فيها باللجنة ومما رأيت أنها ملكة، يا تعرف يا ما تعرف. شفنا اللي عرفوه ما شاء الله تبارك الله تطلع منهم إنتاجات جميلة. وإذا أنت نظرتك وقناعتك تقليدية بصراحة ما أحس أن نقدر نصلح الفكر هذا، لأن مهما قلنا ادرسوا الأدب الناجح ادرسوا الأدب الناجح، ما هو قادرين يلقطون وش العوامل اللي في الأدب الناجح اللي تخليه ناجح، اللي تخلي الطفل ينجذب إليه. ما زالت هاجس الرسالة المباشرة مرة هاجسها قوي، ما هو قادرين يتخلصون منها. فأنا شفت أن اللي عند ذا الملكة نجحوا تبارك الرحمن وأثروا مكتبة، واللي ما يملك الملكة ما قدر أن يفهمها. ما أدري، هذه وجهة نظر الشخصية، وأكيد دكتور وفاء عندك وجهة نظر أخرى. أنا والله ودي أختلف معك بس عجزت أختلف معك والله. أنا أتفق معك 100%، وأعتقد أن مشكلتنا الكبرى في كتب العربية أنه الكل يعتقد أنه يقدر يكتب نص للأطفال، مع أنها أنا أعتقد أن الموهبة هي الأساس. يعني الموهبة ممكن تتهذب، لو أنا عندي موهبة كتابة يعني ابتكار شخصيات وكتابة قصة وابتكار أحداث، هذه الموهبة أنا أقدر يعني أطورها، أقدر أطلع على الآداب الأخرى، أقدر أتعرف على الطفل، أصير قريبة من الطفل ويكون نصي جيد. لكن أن يكون عندي كل الأشياء الثانية بس ما عندي موهبة، لا يمكن ينجح كتابي. وهذه المشكلة، المشكلة مثلا النصوص اللي تجينا أنه الكل يعتقد أنه يقدر يكتب نص للأطفال، وأدب الأطفال هو الجدار القصير اللي كل يحاول يرجع عليه. أنا أعتقد أنه مثل الشعر، مثل الرواية، مثل بأدب الكبار، ما حد يقدر يكتب شيء وهو ما هو عنده موهبة. صحيح صحيح. الموهبة هي الأساس، هي الأساس، هي الأساس. فإذا ما عندك موهبة أرجوك أرجوك وأرجوكي ابعدوا عن أدب الأطفال ولا تحاولون فيه، لأنه مو مجالكم، ابحثوا لكم عن مجال آخر. فالموهبة هي الأساس. هل هو أدب الأطفال؟ كثير من الناس يعني أحس اللي
تصدر كتابات يعني ما هي جيدة ولا ترتقي للمستوى، اللي يعتقدون أن أدب الأطفال سهل. هل أدب الأطفال سهل فعلا؟ لا لا لا، أصعب من الكبار. أنا أعتقد أنه أصعب، أصعب شيء أن تكتب نص للأطفال. صح، صحيح صحيح. ليش؟ لأنه أنت قاعد تخاطب أول شيء الطفولة، ما هي مرحلة واحدة، الطفولة مراحل. يعني لازم تعرف هالمراحل وتعرف وش اللي يعجبهم وش اللي يجذبهم، اللغة المناسبة لهم، إحنا نتكلم عن الموضوعات، إيش الموضوعات اللي تهمهم في هالمرحلة. يعني لا يمكن عامل أبو 5 سنين مثل أبو 15 سنة، وكلهم نقول عنهم أطفال. صحيح. فيعني تحتاج تعرف جمهورك، لكن بالنسبة للكبار أنت قاعد تشتغل مع ناس أنت منهم، أنت منهم، فأنت قادر. إذا كنت تملك موهبة أنت قادر على أنك تكتب نص ما تفكر فيه باحتياجات الطرف الآخر، ما تفكر إلا بنية حكايتك وإيش الرسالة اللي أنت تحب أنك روايتك أو شعر أنه يقدمها. صحيح صحيح. بالنسبة للموضوعات يا أستاذة، لا تسمحي لي أستاذة لما، يعني أنا أعتقد أنه يعني حلو أننا لو يصير فيه يعني ورش يلتقي فيها الكتاب مع الأطفال أنفسهم، ويعني إحياء لهذا اللي هي اللقاء بالأطفال أنفسهم والحوارات المفتوحة اللي معهم، اللي تخلينا نستشف إيش اللي يفكرون فيه، خاصة أبناء هذا العصر، أبناء يعني هذا الجيل. من الصعب علينا أن نفهمهم، فلو اجتمعنا فيهم، لو اجتمعوا الكتاب بورش عمل مثلا، ممكن المكتبة أو أي جهة ثقافية. فكرة مرة رائعة يا دكتورة وفاء، فكرة مرة رائعة. ويسرنا أننا منضم معنا الأستاذة سندس الشريف اللي هي مديرة المكتبات الأطفال في الوقت الحالي، وممكن نبحث معها هذا الموضوع. يعني جميل جدا انه يلتقي الاطفال بالكتاب ويدخلون في حوارات، يعني ممكن انها يعرف فيها الكاتب جمهوره، والاطفال يقدرون يعبرون عن ايش اللي يشغل بالهم، ايش اللي يهمهم في هذه المرحله. صحيح، جميل. المرحله التاريخيه، مو بالمرحله العمريه، المرحله التاريخيه اللي احنا نعيشها، خاصه ان المملكه العربيه السعوديه تمر بمتغيرات كبيره جدا، فاكيد ان الاشياء اللي الموضوعات. طيب من مدخل هذه الموضوعات تغيرات دكتورة وفاء، بما أن التكنولوجيا الآن ما سمعتك يا قطع الصوت. قاعدة أقول لك بما أن الفترة مختلفة والعصر مختلف، بما أننا الآن في عصر التكنولوجيا والتكنولوجيا أصبحت سمة العصر، فأنا ودي أبدأ مع دكتورة الجوهرة الجهجاوي بأسألها ما هو تأثير هذا على كتاب الطفل من جميل وجهة نظرها، وحابة مشاركتكم دكتورة وفاء ودكتورة سارة أيضا. تفضلي دكتورة جوهرة. طيب شكرا أستاذة لما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بهذا الشأن، ما يتصل بعصر التكنولوجيا وكتاب الطفل، سأبدأ بالهاجس الدائم لدينا، وهو هل التكنولوجيا بالفعل مخيفة إلى الحد الذي يكون هو أول المشاعر لدينا تجاهها؟ هي بالفعل مخيفة جدا لعدة أسباب. الأول أنها غامضة، سريعة التوالد، سريعة التناثر أو التفريع وما إليه، لا تدري من خلف هذه الأسماء، من خلف هذه الصور، والضحية الدائمة هي هذا الطفل الذي ما زال ينظر إلى العالم نظرة بريئة، مهما مارسنا عليه عددا من التنبيهات أو حتى إن وصلت إلى بعض التوبيخات وما إليه.
فجانب الخوف يغلب على جانب المتعة أو الاستمتاع أو التوظيف بسبب هذا الجانب المظلم في التقنية. أظن هذا الأمر أظنه معروف لدى الجميع فيما يتصل بالكتاب الورقي القديم وقلنا والكتاب الرقمي الحديث. حقيقة قرأت في المقارنات بينهما ولا أجد إلا أن أحصر الأمر في أن الكتاب الورقي يعتمد الورقة وثيقا له لتقديم محتوى، والكتاب الرقمي يعتمد الحاسوب والتطبيقات الإلكترونية وثيقا لتقديم محتوى. العلاقة أو الصلة ليست في مجال الصراع كما يعرض الأمر دائما من هذه الزاوية، هما يكملان بعضهما، ولإيصال هذه الرؤية في أنهما يكملان جوانب النقص أو حتى يثريان جوانب التميز بينهما، أعرض هذه القصة وهذا رابطها. هذه القصة قصة ورقية ولكنها أيضا تثري لنا جانب الكتاب الرقمي الموجه إلى الطفل، هي تعنى بقضية استيعاب الطفل لما يتركه من بصمة في العالم الرقمي، ما يرسله، ما يكتبه، ما يصوره، ما يفكر به، الرموز التعبيرية إلى آخره. الفكرة طريفة جدا أو مدهشة، مع كل فعل إلكتروني للطفل من خلال استعماله التكنولوجيا أو التطبيقات أو الأجهزة الإلكترونية ينبت لهذا الطفل ذيل، وهذا الذيل إن أحسن سنجد أشياء جميلة كالهدايا، إن أساء بحسب درجة الإساءة سنجد بعض هذه الجروح أو الشروخ أو الدوائر الثغرات التي تكاد تقطع هذا الذيل وتكون دليلا عليه. هذه القصة أدهشتني من جهة أنها جعلت الشاشة تتحدث وأيضا جعلت الشاشة تنبه إلى أنها رقيب دائم على ما يبعث بواسطتها، وأيضا هي لا يرضيها أن تكون لئيمة أو فظة من خلال ما يرسل من خلالها مما لا يرضى من الأقوال والأفعال. الأمر الآخر كان هناك حل للأمر أو مقترح وليس مجرد معاتبة هذه الطفلة، والفكرة أيضا طريفة بابتكار قفازتين أو قفازات لعملية تشفير أو حكم أو تنظيف ما يقال أو ما يكتب أو ما يفكر فيه الطفل، ووزعت حروف كلمة سينك وربطتها ب عدة لنقل إنها معايير، خمسة معايير، هل ما سأكتبه صحيح؟ يقدم مساعدة من أي نوع؟ طبعاً مساعدة إيجابية، هل يلهم بشيء ما؟ هل هو ضروري؟ هل هو لطيف؟ بمعنى أن الطفل لابد أن يفكر في القيمة دائماً في استعماله لهذه التقنية. ففي آخر الأمر حين فهمت الطفلة هذه الرسالة عبرت الشاشة عن فرحها أنها لن تعاني بعد اليوم من أن تشعر أنها غير مسؤولة أو غير لبقة أو غير محترمة أو ما إليه، ووضعت عدد من التوجيهات، إن قلنا عددها خمسة، في كيف يتعامل الطفل تعاملا
صحياً مع التكنولوجيا أو مع الأدوات الرقمية، كيف يتركوا أو يصنعوا هذه البصمة طبعاً من البداية إلى النهاية في هذه التعليمات، حضور الوالدين أو من ينوب عنهما هو الأمر الرئيس في مرافقة الطفل طوال استعماله للأجهزة، مع عملية تحديد الأوقات، عملية المراقبة، أيضاً تحديد المكان العام داخل المنزل لتكون الأجهزة أو الجهاز الرئيس فيه لتسهل مراقبة الطفل مع مشاركته فيها. هذا الكتاب ورقي ويساند الكتابة الرقمية بهذه التوجيهات، وأيضاً بطل هذه القصة هو الحاسوب. سأتحدث عن الإشكالات الرئيسة في الكتاب الرقمي الموجه إلى الطفل. في البداية كنت أفرح بهذا النوع لأنني من النوع البصري، أحب التأثيرات البصرية كثيراً، أحب أن أتنقل بينها في الصفحة الواحدة. أنا الآن أتحدث عن نفسي وسيكون وضع الطفل أكثر مني، وفي النهاية أجدني لا أعنل بالمحتوى، الكلمات، الرسالة المباشرة، الرسالة غير المباشرة، ضعت في هذا الجمال أو في هذه الحركات أو في هذه الأصوات. يحدث هذا أحياناً في الكتاب الورقي، ولكنه يكون بنسبة أعلى في الكتاب الرقمي المتحدث الذي يبعد الوالدين أو يبعد المساعدة في القراءة، باعتبار أنه يؤدي هذا الدور كما نتوهم. سأتحدث عن إشكالين أظنهما هما الأساس. الأول، المحتوى التقليدي لعدد من منتجات الكتب الرقمية الموجهة للطفل أو التي تعنى بقضاياه أو بتنميته أو ما إليه، بحيث تستهدف الطفل قارئاً أول. فالمحتوى التقليدي في قالب غير تقليدي هذه مشكلة. التطور التكنولوجي أو التقني يسير بشكل متسارع جداً، فحين أجد هذا القالب الجميل، هذه الألوان، هذه التحريكات، المؤثرات الصوتية وما إليه، ثم أجد المحتوى لا يختلف تماماً عن الورقي إن لم يكن نقل من الورقي إلى الإلكتروني دون أي إضافات، فهذا لا يقدم لي منتجاً مفيداً أو مثرياً. الإشكال الآخر، سمي دكتورة، أعتذر عن مقاطعتك، بس ودي نوضح أكثر كيف يؤول إلى إلكتروني، وش اللي تقصدينه بالضبط؟ يليت يكون التفسير أكبر. الكتاب الإلكتروني أولاً هو في المضمون هو محتوى يكون قصة سردية أطول منها، رواية، نصاً شعرياً، نصاً نثرياً مسجوعاً، ولكنه يقدم من خلال التطبيقات الإلكترونية مثل الواقع المعزز، بعضهم من خلال الفيديو التفاعلي أو الموشن جرافيكس إلى آخر المتحرك. فهذا الذي نقصده بالإلكتروني أو الرقمي. له ميزة إصدار الأصوات. أن لما يقدم بدون أي إضافة. نعم. حين يقدم دون أي. تقولين أن لو يقدم بدون. لا، إذا إن قدم دون أي إضافة، دون أي اختلاف عن الكتاب الرقمي الجامد. يعني أو عفواً على كلمة الجامد أو الساكن، لأنه صامت، لابد أن يقرأ من خلال الطفل ومن يساعده، وهذا الكتاب أو هذا الإصدار الرقمي نظنه حياً لأنه يتحدث، الأصوات يقرأ الكلمات، يعلم الطفل هذه الكلمات، يثريه أيضا لغويا، يثريه أيضا من ناحية الحس الجمالي من خلال هذه التقنيات والرسومات.
أيضا يثريه من جهته البنائي الفني باختلافه شعرا أو نثرا، يبدأ الطفل في إدراك هذا بصورة أوضح بسبب مهارات الحركة والتكرار ولفت الانتباه. فالذي قلت حين يقدم الكتاب الرقمي وليس فيه يعني من اختلاف عن الكتاب الورقي إلا هذه المؤثرات، فهذه مشكلة. أنا هذا الذي أراه، لأنه فقط حرم الطفل من الرفيق المساعد وأدخله في عملية هذا التشتت الجمالي، يوقعه في مواجهة تفاصيل كثيرة لا يدري الطفل أين يركز في هذه الشاشة التي أمامه بكل تنوعاتها. أيضا هو مضطر إلى التعامل السريع معها لينتقل لما بعدها، فستكون القراءة أحيانا انتقائية أو غير تعاقبية، لا تلتزم بالترتيب كما هو في أمر الكتاب الورقي. أيضا من الإشكالات الآن أن المعيار الذي بدأ يغلب في التعامل مع الكتب الإلكترونية أو كتابات الطفل الإلكترونية مثل ما هو الأمر في أدب الكبار أو الكتابة للكبار هو بضغط الإعجاب أو التغريد، حتى وإن لم يقرأ، لم يشاهد، لم يفهم، لم يستوعب، الطفل يساهم في تقييم هذا النتاج، في تقييم هذا الكتاب الرقمي، ولكنه تقييم غير صادق، غير شفاف، لأن معايير التقييم الآن أصبحت بضغطة زر، لا تشترط أن أقرأ، أن أفهم، أن أستوعب، أن أفكر، أن أعيد التعبير عما فهمته أو عما اكتسبته من مصطلحات أو من كلمات أو من تراكيب أو حتى من المحتوى الفكري أو الأخلاقي وما إليه. الإشكال الآخر أيضا أن هذا المحتوى مفتوح، لا يخضع للرقابة والتقييم الذي يخضع له الكتاب الورقي، فتقييم المضمون من ناحية الابتكار أو كما ذكرت الدكتورة سارة قبل قليل، الحبكة المدهشة، الحبكة الجديدة، الحبكة التي توازي نمو الطفل العقلي والعاطفي والفكري واللغوي، الآن من يقيمها في هذا العالم الإلكتروني باختلاف مستوى التقييم أو اشتراطات النشر وما إليه؟ تمثيل الهوية التي ينتمي إليها هذا الأدب أو هوية الطفل الذي يتوجه إليه هذا الكتاب الرقمي، مدى الارتباط بهذه الهوية؟ هل هو ارتباط سلبي، ارتباط إيجابي؟ أيضا التصميم الرقمي والتفاعلي أحيانا يعوض بعض الكتاب، يعوض خواء المضمون أو ضعف المضمون أو تقليدية المضمون، أو أحيانا يكون المضمون مستلا أو أيضا منتحلا، يعوض بهذه الرسوم والحركات والمؤثرات الإلكترونية. وهذا يعني فيه إشكال من عدة نواحي. الطفل الذكي يمكن أن يتذكر، يمكن أن يقارن، وسيربط أن هذا يقلد هذا أو أخذ منه. وهنا سندخل أيضا في قضية تعليم الطفل سلوكيات الانتحال تحت ظلال الكتابة أو التقديم الإلكتروني. فهناك فجوات كثيرة أنتجها حضور الكتاب الرقمي، أنا معه بشكل كبير، وهو يكمل الكتاب الورقي، والكتاب الورقي يكمله، ولكن ما ثقافة الإبداع التي تقود الكتابة الرقمي والتأليف الرقمي؟ هذا هو الذي أتساءل عنه، وأرجو أن تساهم مثل هذه اللقاءات وغيرها في الإجابة عنه، وشكراً. دكتورة الجوهرة،
شكرا لك وشكرا لطرحك اللي حابة فيه. استوقفتني الجملة اللي ختمتي فيها أنه يكمل الكتاب الورقي والكتاب الورقي يكمله، يعني أي لا غنى عن واحد، يعني لا يمكن أن نستغني عن واحد منهم، لا يمكن. لا يعني الآن طيب. الآن أستاذة لما مقياس الأمنية في هذا العصر هي أمنية الحاسب الآلي والإنترنت أو أمنية التكنولوجيا، فلا يمكن أن نستغني عن الكتاب الرقمي وإما نحسن إدارته. جميل. دكتورة سارة ودكتورة وفاء، حابة نسمع إضافاتكم في هذا الموضوع. دكتورة سارة ودكتورة وفاء معانا؟ أنا معكم بس